عم ليه؟ عشان خاطر الناس دول احسن من الناس اللي قبلهم. تمام. الناس اللي قبلهم كانوا مين؟ هم الناس دول ومين هم الناس اللي قبلهم؟ الناس اللي قبلهم الكوميديين اللي كانوا في مجلس الشعب والحاجات دي يعني ما كانوش قد مستوى، مش قد المقام. وما احبش ان انا اللي يمثلني في مجلس الشعب او يبقى رئيس الجمهوريه او كده ناس مش على المستوى، لان احنا فنينا عمرنا عشان نبقى على مستوى. الناس اللي موجوده دلوقتي بيشرفونا. سيادة الرئيس عدلي منصور مشرفني، أنا يعني أنا فخور بيه. سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي أنا فخور بيه، فأنا مش هقبل بقى أقل من كده إن هم يبقوا القادة بتوع بلدنا. حضرتك ما خفتش من أي عرقلة من تهديدات الإخوان؟ صلي على النبي، تهديدات الإخوان دي. طب حضرتك النهارده حصل تفجير في إمبابة، ما هو يعني حضرتك في التأمين ما بين هيحصل إيه؟ هموت يعني؟ بتخاف من الموت؟ طيب إيه رأي حضرتك في التأمين؟ لا 100 100 تمام.